ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل وصفة سريعة ولطيفة برضه، نقدر نتحايل على الوصفة دي شوية ونعملها حاجة شبه اللي برة، لو احنا بنحب وبنميل أكتر للحاجات اللي هي ما فيهاش مواد حافظة وحاجات نعملها في البيت للولاد، اللي هي المقرمشات اللي دايما بيشتروها يا إما من كانتين المدرسة أو احنا بنشتريها من السوبر ماركت نديها لهم معاهم المدرسة، فاحنا نقدر نعمل ده في البيت برضه. احنا كده عملنا صنفين لطاف، خلينا نبص معاكم بسرعة على الرقائق. بصوا بصة سريعة بس على الرقائق، لسه قدامها حاجة بسيطة اهي، هنسيبها شوية لحد ما الجبنة دي تاخد اللون وتبدأ تسيح وتنشف. طيب هنبدأ بقى نعمل وصفة جميلة، هي شرايح مقرمشة اللي هي زي يعني بديل الدوريتوس. هنعمل كوبايتين دي ذرة، هنستخدم دي ذرة أصفر، وهنستخدم نص معلقة صغيرة من الملح، كوباية ونص من المية الدافية، وتوابل. التوابل دي ممكن تبقى أي منكهات، أنا ممكن أستخدم اللي بالشطة والليمون أو بالكاتشب، ممكن أحط الاتنين ميكس مع بعض يدي تيست وطعم مختلف، أو تخلوا كل طعم لوحده في العجينة دي، يعني براحتكم تقسموها وتحطوا كل واحدة عليها فليفر مختلف يدي طعم مختلف. طيب أنا أول حاجة هاخد كده العجينة اللطيفة دي، هو بس يجيبولي هحط كده الدقيق الذرة العجان، وهاخد كده رشة الملح، وممكن احط من المنكهات دي معاها اللي احنا جبناها من عند العطار. خلاص ونقلب كده، وبحب احط كام واحدة حبة البركة تدي النقط السودة اللي بتبقى اصلا موجودة في الايه في الموجود. فوائد دقيق الذرة كتيرة على فكرة، في مضادات أكسدة بتحمي العين جدا، بتحافظ كتير بجد على عدسة العين، وبتقلل بقى فرص الإصابة بمرض السكري بجد. في نسبة ألياف بتغذي البكتيريا النافعة اللي جوه جهازنا الهضمي، وبتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، ومفيدة جدا للناس اللي هي عندها حساسية، بتفيدهم جدا، دي ميه سخنه جدا. وفيها فيتامين بي، ده بيحافظ على صحه الاعصاب بشكل كبير، وفيها نسبه مغنيسيوم برضو بينظم ضربات القلب. خلينا كده بس نزود الميه، انا عايزه ميه فتره، ميه فتره. تمام هاخد كده بس جلافز البسه، ممكن نعجنها بالايد هما شويه صغيرين عادي مفيش مشكله. تعالوا نتكلم عن فرق دي الذرة الأبيض وفرق بين دي الذرة الأصفر. دي الذرة الأبيض بيبقى موجود في الذرة البيضاء، في فيتامين ب، بيبقى مذاقه حلو، بنستخدمه في المعجنات برضو. لكن الأصفر بيكون في نواة الذرة الصفراء، وفي فيتامين ب وفيتامين ألف، ومذاقه أحلى من الأبيض بكتير، وبنستخدمه في المعجنات بشكل أفضل. بصوا كده، عايزه اعجن دي عجينه، بالايد كده شويه صغيره، ده كده ماشي يا قمر. يا روحي انني اكرر واكرر. ماشي ماشي يا روح قلبي، بسم الله. ده المفروض بقى نسقعها شويه قبل ما نستخدمها شويه، بناخدها كده نديها بس تتقرمش في طاسه ولا حاجه. معلش اسمحوا لي انا هنزلها هنا عشان على الكاونتر هقدر اشتغل فيها احسن افضل يعني. بسم الله كده، كده لحد ما تبقى بشوف بس كده بايدي وانا هتحتاج ميه تاني ولا لا، عشان خلي بالكم ده برضو من انواع الدقيق اللي بتغر شويه، يعني ممكن الواحد يتغر فيها، بيلين كده مع الوقت. بصوا يتشرب كويس فيبدا يطرى معانا.
وهناخد بقى ايوه الكميه دي كده دي تتفرد بقى بين ورقتين زبده، بس لازم تجمد في التلاجة شويه. بصوا بعجنها كويس عشان تبقى عجينه حلوه، يعني ايه ما تفرفطش مني، تكاد تكون هتبقى شبه متماسكه. نوع الدقيق ده مختلف عن الدقيق اللي احنا بنستخدمه الابيض، خلاص فناعم قوي تحسوه قرب للنشا كده. حبايبي شايفين ازاي؟ هاخد واحده طبعا. بصوا بيطلع لونه كمان جميل. انا ما ضفتش الا المنكهات، ما حطيتش صلصه ولا حاجه اهي. ممكن اخد شويه كده كوره كده لازم يسقع، لازم يسقع عشان لما هيسقع. خليني اجيب ورقتين زبده بلاش، خلينا كيسين ثلاجه اسرع. لما بيسقع ويدخل التلاجة الدنيا بتبقى أحلى، يعني بياخد وقت أحسن ويتفرد معايا أسرع. ناخد بس الجلافز التاني حطهم بين ورقتين كده ونفرد. وهجيب طاسة أنا هنا مسخنة الزيت برضو كويس، نفس الزيت اللي حمرت فيه الشيبسي عادي. هاخد كده هنسويها، يبقى متعب شويه معلش، بس احنا نفرد عجينه واحده مره واحده وسقعوها مره واحده. التسقيع ده مهم جدا، انا مش بقول كده علشان حضراتكم يعني تطنشوها، لا هي لو هتسقع هتديكوا فرده كانها زي العجينه اللي احنا فردناها بالظبط. ماشي هتبقى كده. انا ممكن ما احمرش على طول، ممكن اخد كده طاسه بسيطه صغننه اوكي، ودي افضل الصغننه. هسق على النار، خليني اوكي خليني اخدها هنا واحط الزيت هنا. هنسخن ده برضو يفضل حرارته عالية. هنا هاخد اقسمها كده بالسكينه ممكن بس الشكل عشان لما اجي اعمله مثلثات يبقى مظبوط. عمري ما هعرف اعملها كده الا لما تسقع. بصوا بتتكسر ازاي. هنعملها مثلثات كده شايفين ازاي. انت صح طبعا اهي، لازم اسقعها، انا مش هعرف اعملها وهي طريه كده. بتاخدوها بس على طاسه الاول تعمل تشد كده، وبعدين هروح منزلها في الزيت. الزيت سخن جنبي ولازم انزلها فيه مباشره. هتطلع مقرمشه بدرجه بالملي كانها زي الجاهزه. اللي احنا حطيناه في الفليفر هنا هيطلع نفس الطعم ده هو اللي فيها. فحضراتكم عايزين تفصلوا العجينه وتقسموها اتنين وتحطوا جزء فليفر، بصوا كل ما بسيبها بتبدا تميل العجينه ازاي، لازم ترتاح ولازم تدخل التلاجه. مش هقدر اشتغل فيها كده بفرفطه، بصوا كل ما ترتاح تظبط ازاي، هي دي نجاحها. تمام هنحمرها بعدها في الزيت تاخد بس اللون، هتطلع زي ما انتم شايفين كده. هناك هيستعرضوها لنا علشان تشوفوها بشكل كويس. وادي المثلثات بتاعتها، وانا حطيت النقط السوداء دي حبه البركه تحل محل اللي موجود في المقرمشات الدوريتوس دي عشان تبقى جميله.